بس خلصت كل حركاتك؟ فطر قديم قوي الجو ده، نمتي بقى وصفيق بقى واستمري. فاكره استمري دي؟ ها استمري بقى. لو قربت مني هصوت والم عليك الاوتيل كله. يا بس يا بس بس يا عمر. طب ما قربت اهو. ايه يا نهار اسود؟ طبعا ما انت متعود على قله الادب وكل يوم مع واحده. انا مراتك يهبل. اتفضل افتح. يا عبيطه كنت بلبس دي عشان محدش يفهمنا غلط برضه. وبعدين بقول لك ايه بقى، ده عاشر سويته غيره عشان تفك. مالك في ايه بقى؟ الصبح طلع هتخلي منظرنا وحش قدام الناس. هضلمها لك يا ستي، هضلمها لك عشان تفكي بقى. فكي بقى. اهلا. مساء الخير يا عمر بيه. شهر عسل سعيد يا فندم. الله يخليك. ايه ده، فين البطارخ والجرجير والحلاوه اللي قلتلك عليها؟ هجيبها حالا لحضرتك يا فندم. ولا يهمك. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. اسمك ايه؟ طارق عبد الحميد. طارق. ماشي يا طارق. شكرا يا طارق. الله يخليك يا فندم. تاكلي؟ اه. ها؟ انت ايه ما اكلتي؟ عملنا ايه بالاكل؟ خلينا في السخنة يا جميل. والله ما طبيعي على فكرة. سكر حلوة الدنيا سكر. فكي بقى، ما احنا مش هنقضيها كده. طب ارقص لك شوية؟ قديم أوي الجو ده يا عمر. أغني لك طيب؟ أنت قلبك قاسي أوي أوي، أنت مش بتحب كده وكده. فكي بقى. طب انا هلعبك لعبه. قشده قشده. ها قشطه دي اتحرقت. قشده قشده قشده. بص بقى يا ستي، هلعبك لعبه اسمها غمضي عينيا وشوفي ايديا. يعني هغمض عيني كده وافتحها، المكان اللي عيني هتفتح الاقي نفسي باصص عليه همسكه. ايه انت ليه الادب؟ ليه بتفكري غلط ليه كده؟ ليه بتروحي شمال ليه كده؟ انا مش نيتي كده خالص. جربي بعدين. ده يلا اهو. شعرك حلو. ها ماشي. ايديكي حلو. ها يلا. ايه انا فاكره انت ما عندكش دم. بس مش هتقلم يا عمر. انت مراتي. عمر عمر بس يا عمر. هو ده بقى، هو ده. استمري بقى بس يا عمر. عمر بس بقى، خلاص بقى. هو انت مش عارف تسوي عمر؟ ماشي بطارخ. هروح افتح. استنى، لو قمت من جنبي هقتلك. قد ايه انت سافله؟ ليه شهر العسل بيبقى مره واحده في الحياه وبايدينا نخلي الحياه كلها عسل؟ ما تزعليش نفسك يا ماما، هما كل رجاله كده ما يملاش عينهم غير التراب. ده بابي ده اوفر قوي، كل ما يديني يمشي ويسيب البيت. انا عارفه انت بتحبيه على ايه الراجل ده. يا ساتر، هو على طول فاكس كده. نعم، حد يقول على بابي كده؟ بعدين ايه فاكس دي؟ فاكسان يعني. لا والله، سمعتوها فين بقى الكلمه دي؟ ان شاء الله في المدرسه. انا مش عايزه اسمع الكلام العيب ده تاني. اوكي سوري مامي. اتفضلوا امو، يلا عشان وراكم مدرسه الصبح. هي الواحده يجي لها نوم بعد اللي حصل؟ ومين سمعك؟ نفسي تفرح بولادك يا عمر. معقول انت عمر اللي ما كانش بيسيبني لحظه؟ والله يا بابا سلمى دي شكلها اتجننت، كل شويه حاسه ان انا بخونها. مش عارف اعمل معاها ايه. نزل رجلك يا سلمى. يا ابني يا ابني يا حبيبي اعقل بقى. ما انت اكيد اللي مديها الاحساس ده، اكيد ما حاسسها انك مهتم بواحده تانية غيرها. والله يا بابا لا تانية ولا تالتة، انا بصراحه بفكر. اوعى تنطقها اوعى تنطقها يا عمر. ما هو يا ابني لو كل واحد متجوز فكر يطلق مراته عشان يتخانق معاها، ما فيش حد هيفضل متجوز في البلد دي. وبعدين ما تاخدني انا مثل قدامك اهو. من ساعه ما نعمت مراتي من 6 سنين ماتت الله يرحمها، وانا ماسك نفسي لا لمست ست ولا شفت ست. يا رشدي يا رشدي، سبتني ورحت فين؟ إلا الست دي يا ابني اللذينة.
احنا كده يا معلم شكلنا هنخسر بعض بسببها. اتجننت يا ديتا؟ دي مرات ابوك. ابويا الله اخرس. نهلة اطلعي على طول دلوقتي يا حبيبتي وانا هلحقك فورا. وانا كمان يا حياتي. بسمة بسمة يلا روح اتخيمي انت كمان. هتخيمي دي بقى؟ طمني بقى انا عايز اطمن. رافع راسنا ولا كالعاده كفته؟ كفته اطمن ابوك المهلك. رشدي ما انت يلا بقى يا رشدي. الله بقى علاوتك يا مروش. علاوتك يا مهلك. خلي عندك بقى. اموت انا وعيد السنه. بس بقى كفايه بس كفايه والله العظيم على بس سلمى. يا بابا يا ابن المحظوظه لعيب برضه ابويا ده. شك شك مرزوقه تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي